السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. نبدأ إن شاء الله النهاردة بقى على بركة الله كده الشابتر الثاني في الترم بتاعنا اللي هو الـ CNS Pharmacology. شابتر كبير ومليان موضوعات يعني قوية، إن شاء الله ربنا ييسر الحال كده ونقدر نساعدكم فيها. يعني في بس مقدمة بسيطة كده إن شاء الله قبل ما نبدأ نبص على الموضوعات اللي علينا في المنهج. السي ان اس ده طريقة شغله شبيهة جدا بالاوتونوميك، بمعنى طبعا عارف الاوتونوميك يعني يمكن كان صعب عليكم شوية وكان فيه يعني ذكريات مش حلوة قوي، لكن هو كان معتمد الاوتونوميك على حاجتين اساسيتين، على وجود ما يسمى بالنيورو ترانسميترز او ممكن نسميهم كيميكال ترانسميترز. كان عندنا بالاساس اتنين اللي هما النور ادرينالين او النور ابينفرين والاسيتايل كولين او الاسيتيل كولين على راي يعني ايه الجماعه المتامركين. وكان كل واحد فيهم ليه ريسبتورز خاصه بيه. لو تفتكروا بقى النور ابينفرين او النور ادرينالين كان بيشتغل على ما يسمى بالادرينرجيك ريسبتورز الالفا والبيتا بانواعهم بقى، الفا واحد واثنين، بيتا واحد واثنين، وفي اقوال اخرى في ثلاثه كمان. وكان الاسيتايل كولين ده ليه نوعين كبار من الريسبتورز طبعا بنسميهم على بعض كده كولينرجيك، كان يشمل الماسكارينيك والنيكوتينيك. وانتوا فاكرين بقى الماسكارينيك كان فيهم سب تايبس اللي هم كانوا بيسموهم الام ريسبتورز واحد لحد خمسة، وكان كلهم موجودين في سي ان اس بالمناسبه الماسكارينيك دول والنيكوتينيك، ودول ممكن نلاقيهم في سي ان اس بس ما يهموناش قوي، غالبا بيبقوا على مستوى السباينال كورد يعني فمش داخل معانا قوي في الكلام. وكانوا موجودين بقى على الادرينال مدلة وعلى الجانجليا، وقصه بقى بتاعه الاوتونوميك. اللي عايز بس اوصل له يعني دلوقتي في المقدمه كده ان السي ان اس طريقه شغله معتمده على نفس الحكايه، يكون في نيورو ترانسميترز بس هنا الحقيقه هم كتير قوي، وريسبتورز تستقبل هذه النيورو ترانسميترز. اشهر بقى النيورو ترانسميترز اللي هيعدوا علينا ان شاء الله في المنهج بتاعنا هيبقى عندنا السيروتونين، كلكم عارفين بنسميه الفايف هيدروكسي تريبتامين اللي هو اختصارا الفايف اتش تي، وده زي ما نحكي ان شاء الله في وقتها بقى ليه علاقة بالمود، بمعنى ان نقص السيروتونين ممكن يؤدي الى اكتئاب، هنعرف ان شاء الله الكلام ده ليه علاقة بالثوتس بالافكار والبيهيفير والايموشنز والحاجات دي، بدليل انه لما بيعلى هنعرف باذن الله انه بيعمل مشكلة بنسميها سايكوزس على بعضها كده، او بيعمل مشكلة بنسميها المانيا اعراض الجنون. المهم ان هو ليه قصه بقى في الموضوع بتاع المشاعر والافكار والكلام ده. طبعا ليه يعني كلام تاني كتير قوي له علاقه بالابيتايت والهيت ريجوليشن تمبرتشر يعني ريجوليشن، وكلام تاني بره قوي يعني منهجنا. الدوبامين يمكن عدى علينا في الاوتونوميك كدواء، الدوبامين برضو في البرين متشابه إلى حد كبير مع السيروتونين، بمعنى أن نقصه ممكن يكون برضو داخل في قصة الديبريشن، زيادته زي زيادة السيروتونين كده هنعرف أنه ممكن يؤدي إلى سايكوتيك ديستربنس أو إلى مانيك ديستربنس الجنون أو الفصام بقى زي ما بنسميه اللي هو السايكوزس ده. طبعا مهم جدا في الكوردينيشن بتاع الفولانتري موفمنتس، التوازن بقى اللي هنسمعه ان شاء الله ما بين الدوبامين والاسيتايل كولين على مستوى البيزل جانجلي، عشان اقدر لما اجي اعمل حركه اراديه تبقى منتظمه ما هياش اكساجريتد وما هياش اقل من المطلوب. برضو نفس الشغلانه داخل في حاجات اخرى زي مثلا الجزء بتاع الابيتايت وغيره. النور ادرينالين او النور ابينفرين يمكن ما نسمعوش كتير قوي في السي ان اس، لكن هو الحقيقه ليه دور مهم برضو شبيه بالاثنين التانيين دول، يعني نقصه هيعمل مشكله الديبريشن، يبقى انت توقعت كده ان الديبريشن بيحصل نتيجه ديفيشنسي يعني مؤقتا للثلاثه دول، ان بنسميهم على فكره مونو امينز او مونو اماينز او يسموهم بايوجينيك امينز او اماينز انت وعلامك. النور ادرينالين لما بيعلم ما عندناش قوي بقى احتمالات انه يعمل سايكوزس، ممكن يعمل مانيا جنون، لكن السايكوزس غالبا بيبقى زياده الايه الاثنين دول، بالاضافه برضو تنظيم الحراره تنظيم السنترز المسؤول عن البلاد بريشر. الاسيتايل كولين قصه طويله جدا جدا في السي ان اس الحقيقه، بس برضو مش هناخد غير اللي يخصنا في المنهج. ليه علاقه بالميموري مهمه جدا، بدليل ان لما بيحصل ديجنريشن لما بيحصل تاكل
في الخلايا العصبيه اللي بتصنع الاسيتيل كولين، بيحصل ما يسمى الديمنشيا، الذهان، فقدان الذاكره، من ضمن اشكاله كلكم عارفين مرض الالزايمر. والتوازن اللي احنا بنتكلم عليه دايما مع الدوبامين في منطقه البيزل جانجليا عشان يحصل دايما كوردينيشن في الفولنتري موفمنت. الجلوتاميت وزي كده الاسبارتيت، يعني برضو داخلين في حاجات كتير قوي من ضمنها البين ترانسميشن واكسايتيشن للسي ان اس، موضوع تنشيط الجهاز العصبي. الخمسه دول دايما بيتقال عليهم الاكسايتاتوري، والوحيد او يعني المهم بالنسبه لنا كانهبيتري هو الجابا. كلكم عارفين الجاما امينو بيوتيريك اسيد، ده اشهر انهبيتري نيورو ترانسميتر، ومعاه الجلايسين. دول الحاجات اللي بتهدي بقى يعني الاسترخاء بقى والنوم والارتخاء العضلات الاراديه والكلام ده كله اللي هنسمعه ان شاء الله، ده شغل بقى ايه الجابا مينلي والجلايسين. طبعا واضح ان كل واحد بقى في دول سبيسيفيك ريسبتور، مجرد بس يعني كده ان شاء الله يعني كلام سهل قوي. السيروتونين طبعا هيشتغل على سيروتونين ريسبتورز، مش هندخل في تفاصيل بقى. يمكن في الاوتاكويدز السنه اللي فاتت كان في يعني اذا ما اعرفش اتشرحت ازاي الحقيقه او اتقالت ولا لا، بس السيروتونين ريسبتورز دول عالم لوحدهم، يعني في على الاقل 7 انواع من الريسبتورز، يدوهم ارقام كده من 1 لـ7، وفي منهم اللي ليه سب تايبس، يعني واحد مثلا في اي وبي ودي واي ومش عارف ايه، احنا هنقول اللي يهمنا. بس يمكن اللي سمعوا كتير في سي ان اس هو ال 5HT2 مثلا، ده اللي يمكن يعدي علينا شويه بكثره. الدوبامين بيشتغل على ما يسمى بالدي اللي هي اختصار دوبامينرجيك ريسبتورز، وبرضه هي عيله كده ان شاء الله هنعرفها، او يعني اتقسموا عيلتين بقى، يعني كانهم يعني شويه ناس كده اتقسموا عيلتين قرايب، يعني عيله بنسميها الدي 1 فاميلي بتشمل دي 1 ودي 5، وعيلة اسمها الدي 2 فاميلي بتشمل الدي 2 و3 و4. برضو هتلاقينا دايما مركزين قوي في الكلام على دي 2 يمكن اكتر واحد، دي 2. النور ابينفرين بيشتغل طبعا الفا وبيتا، بس اللي يهمنا يمكن في البرين هيبقى الالفا 2، وبرضو ان شاء الله وقتها هفكركم ان الالفا 2 ده كان ليه شغل انهبيتوري، معظم الاكشنز بتاعته كانت انهبيتوري، قصه بقى ايه كانها اوتو ريجوليشن زي ان شاء الله يعني هتيجي ذكرها. الاسيتايل كولين زي ما قلنا ماسكارينيك ونيكوتينيك، اللي يهمنا هنا الماسكارينيك، وبرضه زي ما قلنا من شويه الماسكارينيك اللي موجودين في البرين كلهم من 1 لـ5. الجلوتاميت والاسبارتيت لهم ريسبتورز، يعني يمكن سمعتوا عن النمدة ان ميثايل ديكستر واسبارتيت جلوتاميت ريسبتور، سمعتوا عن الامبا برضه حين ميسره. الجابا لنوعين من الريسبتورز اسمهم جابا ريسبتورز، يعني عادي في منهم نوع برضو المهم بالنسبة لنا اسمه الجابا ايه، ده اللي هيجي ذكره ان شاء الله حتى يمكن النهاردة في المحاضرة دي، ونوع تاني اسمه جابا بي برضو بيبقى على مستوى السباينال كورد اكتر، فبرضو مش داخل معانا كتير في الموضوع. طيب بعد قصة تقسيم بقى او يعني فكرة الفانكشن بتاعت الاوتونوميك بتاعت السي ان اس زي ما قلنا زي الاوتونوميك كده نيورو ترانسميترز وريسبتورز، في عندنا تقسيمة سهل قوي للادوية مؤقتا، يعني هي حاجه بس استفتاح كده النهارده، اللي هي دراجز في الاوتونوميك نيرفس سيستم، ايه الادويه اللي موجوده بتشتغل على السنترال نيرفس سيستم. بنقسمهم عاده الى مجموعتين، مجموعه بنسميها سي ان اس ستيمولانتس، ومجموعه اسمها سي ان اس ديبريسنتس. واضح طبعا من الاسم ان الستيمولانتس بتنشط والديبريسنتس بتهبط، سواء بتهبط بشكل عمومي فيسموهم نون سبيسيفيك او يسموهم نون سيلكتيف سي ان اس ديبريشنز، يعني ما لهمش حته معينه بيشتغلوا فيها، ممكن يعملوا ديبريشن على اكتر من مكان في السي ان اس، واحيانا حتى على كل وظائف السي ان اس زي ما نعرف ان شاء الله، فيسموهم نون سيلكتيف او نون سبيسيفيك. اشهرهم طبعا التخدير الكلي اللي بنسميه جنرال انستيزيا، جنرال يعني شامل او عمومي او كلي، وان انستيزيا طبعا كلكم عارفين كلمه انستيزيا لوحدها معناها سنسيشن احساس، وان لما احط الاي ان قبلها دي معناها فقدنا خلاص. في غيرهم يمكن مجموعه الباربيتريتس لو مذكوره، في مجموعه بقى يسموها سيلكتيف او يسموها سبيسيفيك زي ما تحب تسميها، يعني لها انهبيتوري افكت او ديبريسنت افكت على حاجه، على وظيفه، على سنتر، على مكان معين على مستوى السي ان اس. الاستيمولانس ما يهمناش الحقيقه في المنهج بتاعنا لحد ما ان شاء الله برضو اتاكد من الكتاب، بس احنا بقالنا فتره تقريبا شلناهم من المنهج، ومعرفش ليه الحقيقه يعني وجه العداء مع السي ان اس ستيمولانس، بس يعني السي ان اس ستيمولانس بيتقسموا على حسب المكان اللي هيشتغلوا فيه.
يا اما يشتغلوا على السيريبرال كورتكس، قشره المخ يعني، فيسموهم سيريبرال كورتيكال ستيمولانس. يمكن سمعتوا السنه اللي فاتت على الامفيتامين كاسيمباثوميميتيك وكسي ان اس ستيمولانت ومشتقاته بقى زي الميث امفيتامين والديكسترو امفيتامين وغيره. يمكن سمعتوا عن الكوكين برضو بشكل عابر كده في الاوتونوميك. الاتروبين شويه ليه اكشن على السي على السيريبرال كورتكس. لكن الحاجات اللي هي الاساسيات يعني، او يعني اللي ليهم استعمال طبيا شويه، ما هوش ابيوز، ما هوش ادويه للادمان يعني، ممكن مجموعه الميثايل زانثينز اللي فيها الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين اللي هم موجودين في القهوه والشاي. طيب المجموعه الثانيه بتشتغل على البرين ستيم، ويمكن بالتحديد بتشتغل على المدله. انتوا عارفين البرين ستيم طبعا اكتر مني، انا فاكر ان كان فيها مدله وبونس وميد برين وحاجات كده. احنا اللي يهمنا دايما المدله، وبالتحديد يمكن اكتر الفايتال سنترز اللي موجوده في المدله اللي يسموهم ريسبيراتوري سنتر، الار سي بقى هيتكرر معانا كتير قوي ان شاء الله، وفازو موتور سنتر اللي هو الفي ام سي. طبعا الريسبيراتوري سنتر ده بتاع النفس، والفازو موتور سنتر بتاع تنظيم التون اساسا بتاع البلاد فيسلز او الارتريولز، وبالتالي تحكم في ضغط الدم. اللي بينشط السنترز دول من السي ان اس ستيمولانس يقولوا عليه اناليبتيك. كلمة اناليبتيك دي كانت مشهورة قوي في الطب، اسمهم اناليبتيك اكشن، يعني ان هو بينشط البرين ستيم، بينشط مين لي الفايتال سنترز دول، يسموهم الفايتال ميدالري سنترز. ما عادش مهم قوي اساميهم، كان في زمان ادوية كتيرة وكان ليها دور بقى مهم لحد ما الطب اتقدم مستغنين عنهم بقى بوجود حاجات تانية يعني اكثر فاعلية يعني. زي ده اسمه دوكسا برام، ده كان موجود في بعض الادويه لسه موجوده في السوق يعني تبع الاناليبتكس، لكن مش في المنهج يعني. وفي بقى اخيرا السباينال كورد ستيمولانس، ودي مجموعه ادويه لا تستخدم، يعني لا تستخدم في لا النهارده ولا زمان. زي ده اسمه ستريكنين، يمكن تسمعوه ان شاء الله السنه الجايه في الطب الشرعي والسموم. ده بيعمل سباينال كورد ستيميوليشن جامد قوي، فبيعمل نوع معين من الكونفولجنز، بيعمل نوع من التشنجات مشهور قوي. طيب يبقى ده بالنسبه كده للتقسيمه بتاعه الاستيمولانس. الديبريسنت زي ما قلنا في نون سيلكتيف وسيلكتيف. السيلكتيف بقى اللي هم معظم المنهج بتاعنا يعني الانالجيزكس. احنا النهارده يمكن سمعنا كلمه اناثيزيا، ان اثيزيا، ودي معناها زي ما اتفقنا دي سنسيشن ودي لوس اوف سنسيشن، تخدير بالعربي يعني. في بقى عندنا مجموعه جد مهم قوي اسمها الانالجيزكس. انالجيزكس، الجيزيا لوحدها، الجيزيا دي معناها بين، ان الجيزيا معناها لوس اوف بين. يبقى دول مسكنات يسموهم بقى ساعات بين كيلرز، يسموهم يعني زي ما يسموهم. المهم دي مجموعه مهمه جدا، وانا في رايي برضو الشخص المتواضع الذي لا قيمه له في المحافل الدوليه والمحليه ان هم دول كان كفايه قوي في السي ان اس. بس ما يعني ما علينا بقى، يعني كاندر جراديوت كطالب سنه ثالثه لسه ما اشتغلتش، كفايه قوي تعرف دول كويس جدا. مش ما انتش مطالب تعرف تخدير كلي، ولا مطالب تعرف ادويه الصرع وادويه الاكتئاب وادويه الفصام وادويه يعني، بالذات ان انت ما عندكش خلفيه كلينيكال عن الحاجات دي. ما علينا. المهم الانالجيزكس دي اللي هي المسكنات بترجع تتقسم هي نفسها المجموعتين كبار قوي. مجموعه بنسميها مجموعه الناركوتيك، اسم قديم شويه بس مقصود بيها كلمه ناركوزس، لها مسميات كتير قوي بالعربي. ممكن تقول انها بتخلي الواحد ينام، ممكن تقول انها بتخلي الواحد مسطول. معرفش مسطول دي اخواتنا العرب او ولادنا العرب هيفهموها ولا لا، بس مش مدرك، مش واعي، مش واعي للي بيحصل حواليه يعني، يعني مش واعي للزمان والمكان والاشخاص شويه يعني. دي سموها ناركوتيك. لها اسم تاني يسموها اوبيويد، لانها مشتقات من الاوبيوم اللي هو الافيون اللي جاي منه اشهر دواء اللي هو المورفين ان شاء الله زي ما هنقول. المجموعه الثانيه ما هياش بتسطل، ما هياش بتنيم، ما هياش بتخلي الواحد يعني ديسوشيتد كده من المنطقه اللي هو قاعد فيها يعني، او وما هياش جايه من الاوبيوم، ما لهاش علاقه بالافيون خالص، فيسموها احيانا نون اوبيويد تبرؤا من الاوبيوم يعني، او نون ناركوتيك، ما بتعملش ناركوزس. الاسم الاكثر انتشارا يسموهم انتي بايريتيك انالجيزكس، او انالجيزك انتي بايريتكس. يعني ايه انتي بايريتيك؟ بايريكسيا لوحدها، بايريكسيا دي معناها حراره، كلمه بايريكسيا معناها حراره.
انتي بايريتيك يبقى خلاص عرفت ان دول بيقللوا الحرارة. بس ان شاء الله هنركز كذا مرة بقى في الكلام لما نتكلم عليهم ان هم بيخلوا الحرارة العالية ترجع نورمال، لكن عمرهم ما نزلوا الحرارة تحت النورمال. عشان كده دايما واحنا بنشرح ان شاء الله يقول لك ايه، دول انتي بايريتيك وليس هايبوثيرميك. فهمت الفرق؟ انتي بايريتيك يظبط لك الحرارة العالية، ونعرف الميكانيزم ان شاء الله وكل حاجة. ما هواش هايبوثيرميك يعني ايه؟ ما بيقللش الحرارة بلونه، لو حرارتي عادية ما تقلش. لو انا مثلا هقول لكم امثله، طبعا اشهر واحد في الناركوتيك الاوبيويد ده هو المورفين، واشهر واحد في الكفه الثانيه بتاعت الانتي بايريتيك انالجيزكس هو الاسبرين. الاسبرين لو انا اخدته وانا حرارتي عاليه هيرجعها لي نورمال. طب افرض انا عندي صداع وحرارتي مش عاليه، مش هيعمل حاجه في الحراره، مفهوم؟ يبقى ده المجموعه الاولى اللي ان شاء الله يعني نهتم بيها باذن الله في الكلام. في مجموعات بقى ثانيه كتيره قوي، زي مثلا انتي باركنسونيان دراجز، الادويه اللي بتعالج مرض الشلل الرعاش. هنسمع بقى عن دواء اسمه ليفودوبا واسامي كتير قوي يعني، يمكن عدى عليك البروموكريبتين والحاجات كده. هنسمع عن انتي ايبيليبتيك، الادويه اللي بتعالج الصرع. هنسمع عن مجموعه كبيره قوي كده اسمها سايكوتروبيك دراجز. سايكوتروبيك اي حاجه بقى بتعالج مشاكل المود، يعني هيبقى من ضمنها الانتي ديبريسنتس. اي حاجه بتعالج مشاكل القلق والتوتر يبقى يسموها انتي انكزايتي، تعالج القلق والتوتر. مجموعه بتعالج الفصام فيسموهم انتي سايكوتيك. يبقى كل دول تحت عنوان السايكوتروبيك دراجز. يبقى ده بالنسبه للمقدمه ان شاء الله كده. برضو نبص ان شاء الله كده على كتابنا عشان نتابع يعني احنا ماشيين في المقدمه. هقول لك في حته كده هنقراها، هو كل ده هيتقري طبعا قراءه رشيده يعني. بداية الكلام عندنا في السي ان اس، وفي صفحتين حلوين قوي مش علينا، وبعدين 53 introduction to drugs acting on the CNS، مقسمهم زي ما قلنا الى CNS stimulants اللي بيشتغلوا على السيريبرال كورتكس، ميثايل زانثينز زي الكافيين بتاع القهوة بقى والشاي، امفيتامين وكوكين، برين ستيم stimulants، الريسبيراتوري سنتر والفازوموتور ده المكان اللي بينشطوه اساسا يعني، مجموعه اسمها اناليبتكس زي دواء اسمه دوكسا برام مش هتسمعه تاني، سباينال كورد ستيمولانس ده اسمه ستريكنين، ده زي ما قلت لك كده يعني ماده سامه لكن كان يعني يمكن دي استعمالات في الحيوانات مش تبعنا، لكن دي المجموعه اللي بيسموها سي ان اس ستيمولانس. السي ان اس ديبريسنس رجع قسمها نون سيلكتيف او جنرال، بتهبط اي حاجه بقى في سكتها طبعا على حسب الدوز وعلى حسب يعني، جاي ان شاء الله تفاصيلهم. مجموعه اسمها سيداتيفز اند هيبنوتكس زي الباربيتوريتس، مش كل طبعا هنقول حالا دلوقتي سيداتيف بالعربي مهدئ دراجز ذات كالم ذا بيشنت زي ما بيقولوا كويس، هيبنوتيك بالعربي منوم لحد ما نشرح ان شاء الله كويس. منهم مجموعه قديمه قوي اسمها الباربيتوريتس، الباربيتوريتس دي لو كنا زودنا فيها الجرعات كانت هتعمل زي التخدير الكلي كده، تهبط كل حاجه في المخ. المجموعه الثانيه فعلا دي بقى المهمه بالنسبه لنا كنون سيلكتيف سي ان اس ديبريسنس اللي هي الجنرال انستيزيا، طبعا اسامي كتيره اشهرهم دواء اسمه الهالوثين. طيب المجموعه السيلكتيف او سبيسيفيك ديبريسنس زي الانالجيزكس ورجعنا قسمناهم ناركوتيك عشان بيصطلوا عشان بينيموا، اللي هي الاوبيويدز مشتقات الافيون او شبائه الافيون او يعني زي ما تحب تسميها ليها علاقه بالاوبيوم اللي هو بالعربي الافيون، هنعرف ان شاء الله وقتها ايه الافيون وايه الخشخاش وايه المورفين وايه الهيروين، هتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. زي المورفين انتي بايريتيك انالجيزكس اللي هم ما لهمش علاقه بالناركوزس، ما بيعملوش سطلانه ولا بيعملوا بتاع ده، مش جايين من الاوبيوم يعني، واسمهم انتي بايريتيك زي ما اتفقنا عشان تخفيض الحرارة المرتفعة إلى طبيعي زي الأسبرين طبعا أشهر. هنعرف بقى إن شاء الله إن هم ساعات بيسموهم نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، اسم ده يمكن عدى عليك قبل كده. المجموعة اتنين في السبيسيفيك أنتي باركنسونيان زي ليفودوبا، أنتي إبيليبتكس ده اسمه فينيتوين، برضو مش غريب قوي سمعناه كده وسط الأحداث اللي فاتت كمثال للهيباتيك مايكروزومال إنزيم إنديوسرز. سايكوتروبيك زي ما قلت لك حاجات بقى اللي ليها علاقه بالمود والبيهيفير والانكزايتي والحاجات دي. مجموعه اسمها ترانكيلايزرز ما عادش فيه في الطب المصطلح ده، ترانكيلايزرز ده كان مصطلح قديم قوي ولما تيجي تترجمه ما تعرفش تترجمه، فكان يقول عليه مطمئنات، مطمئنات هيطمنك ان شاء الله.
خلاص كان لهم بقى تقسيمه قديمه كده ميجر وماينر وبتاع، ممكن بقى تدخل معاهم زي ما قلت لك كده الانتي ديبريسنس وغيره. هنا بقى في الصفحه كاتب يعني مثال كده للمين كيميكال ترانسميترز في السي ان اس، كاتب اكسيتاتوري وكاتب انهبيتوري. الاكسيتاتوري عندك اللي كان هنا بقى الاسيتايل كولين، المجموعه اللي اسمها مونو امينز اللي هو الدوبامين ونور ادرينالين. الادرينالين ماشي ولو انه ملوش قيمه كبيره قوي، هو موجود طبعا كهرمون ده الاساس بتاع شغله، لكن صح. والفايف هيدروكسي تريبتامين اللي هو السيروتونين. الاكسيتاتوري امينو اسيدز اللي هو الجلوتاميت والاسبارتيت. الانهبيتوري بقى في امينو اسيد طبعا الاثنين المشهورين اللي هو الجابا والجلايسين، وكاتب جابا بين قوسين برين، ده المين يعني سايت اوف اكشن بتاعه. طيب دخلنا بعد كده ان شاء الله في مجموعه الادويه بقى اللي هي سيداتيفز وهيبنوتكس. انا همسح ده كده ونبتدي ان شاء الله نقول، بس انا عايز الحته اللي في الاول دي بس عشان دي برضو من الحاجات القراءه كده لحد ما نوصل للكلاسيفيكيشن. خلاص كلمه سيداتيف قلت لك بالعربي معناها مهدئ، كويس. دراجز ذات كالم بيهيفير، بتهديك يعني بتهدي السلوك، بات بروديوس دراوزينس، بتعمل نوع من ممكن تقول ايه، مش عايز اقول نعاس يعني، بس بتخليك عايز تنام يعني، مش نايم بس دماغ تقيله مدروخ، الحاجات بقى اللي هي الالفاظ العربي اللي ما بنعرفش نقول غيرها دي. عايز انام لكن ما لسه ما نمتش. خلاص فدايما تلاقي السيديشن هي الهدوء اللي قلنا عليه ده، غالبا مصحوب بدراوزنس، فدايما تلاقيهم لازقين في بعض كده. يقول لك الدواء ده بيعمل سيديشن اند دراوزنس، بيهدي ولكن بيخليك مدروخ وعايز تنام وراسك تقيله. طب هيبنوتيك كاتب حلو يعني المصطلح اللي كاتبه ده صح قوي، دراجز ذات انديوس يعني يؤدي الى او يحفز يعني استيت لايك سليب، بيخليك تنام بس مش نوم طبيعي زي ما هنقول ان شاء الله كده باختصار، يؤدي الى حاله زي النوم شبيهه بالنوم ولكنها ليست النوم الصح في معظم الادويه يعني. خلاص ليه دايما بقى محطوطين مع بعض سيداتيفز اند هيبنوتكس دي ليه دايما مع بعض؟ لان هما مرتبطين ببعض، ده اكشن يعني. لما ادي دواء بجرعه هقول لك مثلا وليكن 100 مللي جرام من الدواء الفلاني ده سيداتيف، يهديني بس يدروخني، صح؟ لو اديت 3 اضعاف الجرعه، لو اديت 300 مللي جرام نمت خلاني انام، يبقى اسمه هيبنوتك. فدايما هما يعني مشتبكين كده مع بعض يعني. يعني دايما يقول لك ايه الجرعه 1 2 3 1 يعني 1 الى 3 بالعربي، مش 1 2 3 يعني بعد، لا 1 الى 3. الجرعه دي سيداتيف، الجرعه الثلاث اضعاف بتاعتها دي هيبنوتيك. طيب جه في الكتاب الحقيقه ومن زمان برضو دي من الحاجات اللي يعني الواحد كان بيستغربها شويه، بس يعني على اساس ان هي مصطلحات يعني هتعدي علينا. كاتب ان بي ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، كلكم عارفينه المكان ده الملعبك قوي ده اللي هو ليه علاقه بالسليب والاروزل، النوم بقى والاستيقاظ، ليه علاقه بالكونشس ليفل يعني الوعي، مدى الوعي موجود ولا ضاع، ليه علاقه بالبيهيفير هادي ولا متوتر وقلقان، ده كل ده شغل الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. طيب هو كاتب الناحيه دي لو حصل في الريتيكولار ناحيه الشمال يعني، لو حصل الحاجات دي في الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم لما ادي سيداتيف والهيبنوتيك يحصل ايه؟ خلاص يعني كان ده يعني مثلا لو في عندي انكزايتي، لو عندي طبعا انكزايتي هنقول عليها بقى ان شاء الله دلوقتي شويه كلام، بس ممكن نقول عليها يعني ايه نقدر نقول نوع من القلق والتوتر، كويس، مؤقتا برضو القلق والتوتر يسموها ساعات نيروزس، كويس. انكزايتي الان متوتر، اقول لك امثله ليها ان شاء الله دلوقتي. لو اديت جرعه صغيره من السيداتيف، طبعا الاس معناها سيداتيف والاتش معناها هيبنوتيك، بس دي اختصارات وديه بيننا وبين بعض يعني. لو اديت جرعه صغيره في العيان اللي عنده انكزايتي هيتحسن، يبقى حصل له سيديشن، بدا يهدى، صح؟ طيب اليرتنس، بقيت كنت متيقظ، ده شغل الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. لو اخدت جرعه هي السمول دوز دي من السيداتيف والهيبنوتيك بقى حصل عندي دراوزنس، والاثنين زي ما قلت لك مرتبطين ببعض، بقيت هادي، كنت الاول متعصب وعندي مشاكل زي الانواع الانكزايتي اللي هنقولها دي، ولما اخدت القرص ال 100 مللي ده اللي بقول لك عليه مجازا يعني بقيت هادي كده وما عنديش مشكله، مش حاسس بشعور التوتر ده، بس بقيت مدروخ وراسي تقيله.
طيب ويكفولنس، شغل الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم يخليني مصحصح مش كده؟ لو انا اخدت جرعه مودريت من هذه المجموعه الدوائيه هتعمل لي هيبنوزس، هتنديوس استيت لايك سليب، هتخليني انام بس نوم ما هوش النوم الطبيعي. طيب علينا بقى جرعات في ناحيه اليمين دي بقى، اخدت لارج دوز دخلت في تخدير كلي، مش احنا قلنا من شويه المجموعه دي متصنفه في الصفحه اللي فاتت كانها نون سيلكتيف او نون سبيسيفيك سي ان اس ديبريسنس، اهو لو اتاخدت بجرعه كبيره تخليني بقى، طبعا كلمه جنرال انستيزيا لسه بدري عليها، بس هي لوس اوف كونشسنس، فقدت الوعي، لوس اوف سنسيشنز، فقدت الاحساس كله، لوس اوف بين، انالجيزيا، لوس اوف ريفلكسز، ما عنديش ردود افعال سواء على اي ستيمولس يعني سواء مرئي او احساس يعني، وفي عندنا نوع من الارتخاء في العضلات الاراديه. هي دي الخمس حاجات بتوع التخدير الكلي خلاص لحد ما نوصل له ان شاء الله. دخلت في توكسيك دوز ده عملت لي بقى غيبوبه كوما. طيب اكتر من التوكسيك دوز بقى فيتال دوز، جرعه قاتله حصل عندي وفاه، يعني اقصد هنا فيتال يعني انها تسببت في الوفاه، يعني حصل ديث بسبب ديبريشن في الفيتال سنترز دول وخصوصا الريسبيراتوري سنتر خلاص. طيب الوظيفه الرابعه بتاعه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، انا مش فاكر فيسيولوجي قوي برضو بس يعني اعتقد ان هي ده وظيفه المكان ده برضو، سيلف كنترول اون بين، سيلف كنترول اون بين. يعني انت عارف لما نيجي ان شاء الله نرسم البين كده سباينال كورد وسباينو ثلاميك تراكت وثلامس وسيريبرال كورتكس ومش عارف ايه، البرين بيحاول ما يوصلش الاشاره بتاعه الالم دي لحد السنسوري اريا، فبيبعت اشارات كده تهبط وصول الالم كويس. طيب لو انا هبطت المنطقه دي في البرين خلاص نبضات او الامبلس بتاعه البين دي، انت كنت في حاجه بتوقفها، انت وقفت اللي بيوقفها، انت منعت الحاجه اللي كانت بتمنع وصول البين، فيحصل زياده في الشعور بالالم. فاكر من شويه لما قلت لك الجيزيا راحت فين؟ الجيزيا كانت هنا. الجيزيا معناها بين، وان الجيزيا معناها ضيعنا الالم مسكن، دي بقى هايبر الجيزيا، احس بالالم بشكل اعلى. طيب نمره خمسه ممكن تزودها كلمه بيهيفير دي، يعني هي لو حصل انهيبيشن على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ممكن سلوك العيان يتغير، بمعنى ديليريوم، ممكن في بعض الكتب يقول لك تهيج، ممكن بعض الكتب تقول لك عدم ادراك يعني، بس يعني هي مقصود بيها ان في سلوك غريب باختصار كده. يبقى ده بالنسبه لي كده الحته ان شاء الله دي هنقراها، واللي مش عايز يقراها خلاص والله ما حصلش حاجه، بس يعني المصطلحات لو عشان تسهل علينا ان شاء الله بعد كده. في عنوان بعد كده اسمه ستيجز اوف سليب، برضو قراءه كده سريعه، مراحل النوم، طبعا اكيد انتوا عارفينها في الفسيولوجي يعني احسن مني 100 مره. التقسيم التقليدي ان احنا بنقسم فتره النوم او يعني السليب سايكل، دوره النوم، الى مرحلتين كبار. مرحله اسمها نون رابيد اي موفمنت اللي هو يسموها ان ار اي ام، نون رابيد اي موفمنت، ومرحله ثانيه اسمها رابيد اي موفمنت الريم كويس. يعني عاده السليب سايكل بتبدا بالنون ريم وبعدين وراها الريم وبعدين تبدا نون ريم وراها ريم وهكذا، مش مهم الاوقات بقى يعني اختلافات ال يعني، دي يقول لك مش عارف باين دي 70 دقيقه او دي 20 ولا مش عارف ايه. المهم بس ان حاليا برضو انتوا اكيد عارفين الكلام ده، ان النون ريم بيتقسم هو نفسه بيتقسم الى ثلاثة ستيجز، ما تفرقش معانا قوي، احنا اعتبرنا ان في نون ريم وريم كويس. الريم ده هو فتره الاحلام اللي يسموه حتى دريم سليب، مكتوبه اهي فتره الاحلام كويس. ورغم انها الفتره دي مش قصيره مش طويله قوي، الفتره الاقصر يعني اقصد في الفترات السليب سايكل، لكن هي فتره مهمه جدا. ليه بقى؟ كل مكان الريم ده، عشان نسهل على نفسنا ان شاء الله في الكلام بتاع الادويه، كل مكان الريم ده بريزيرفد، يعني كل مكان فتره الريم كويسه مش قليله ما قلتش، حتى لو ما نمتش عدد ساعات كبير بصحى كويس، بصحى يعني طبعا مفيش حد فينا بيصحى للمذاكره ولا للشغل سعيد ولا مبسوط ولا مصحصح ولا منتبه ولا مزاجه كويس، بس يعني لو الريم ان شاء الله كويس ان شاء الله ربنا ييسر لك وتصحى كده. كل بقى ما قصرنا فتره الريم، وده هيبقى بتاثير الادويه للاسف، المنومات رغم ان هي بتنيم لكن قال لك ستيت لايك
ليه بقى ستيت لايك؟ لانها بتقلل فتره الرم، مع اختلاف طبعا الادويه بقى، في واحد بيأثر قوي يقلل قوي الرم، في واحد يقلل بشكل بسيط، في واحد يقلل بشكل بسيط جدا، خلاص. يبقى مشكله الهيبنوتكس انها بتقصر فتره الرم. كل ما فتره الرم قصرت بقلت، يعني كل ما بقى في مشكله. يعني لو فتره الرم قصرت قوي هصحى تاني يوم متعكنن ومصدع، اللي هو العادي بتاعنا، متعكنن ومصدع ومليش مزاج اشتغل، مقرف بقى زي ما بنقول كده بالمصري، خلاص. هقول لك مثال، الناس اللي بتشرب خمر، اللي بيشرب خمرة بقى ويروح مدلوق كده نايم بالساعات، نام ساعات طويلة جدا، كويس، بس الساعات دي فترة الرم فيها قصيرة قوي، فيصحى تاني يوم عنده الأعراض اللي بقول لك عليها، inability to perform، مش قادر يشتغل، هدك، نوع من انواع المود ديستربنس، مزاجه مش حلو. دي يسموها، انا اجيب قلم تاني عشان لو الاحمر ده مش باين قوي، دي يسموها في الكتب او حتى في الحياه العاديه يعني يسموها هانج اوفر، الاعراض بتاعه الصحيان المتعكنن والبتاع ده كله عشان خاطر فتره الريم قلت. يبقى ميزه حلوه بقى، يا ترى الميزه الحلوه في الهيبنوتيك انه يقلل الريم قوي ولا يقلل الريم مش قوي؟ الاحسن طبعا ان هو ما يقللش الريم قوي، يعني يقلل الريم بس مش قوي، غصبا عنه هيقلل الريم، خلاص. الريم دي ساعات يسموها في الكتب بارادوكسيكال سليب، لان يعني بيحصل فيها حاجات بقى على مستوى حتى على الاقل العين، يعني نايم بس العين عماله تتحرك، رابيد اي موفمنت، فيسموها بارادوكسيكال. فاكر كلمه بارادوكس دي برضو اللي هي الحاجات اللي بتحصل عكس اللي انت متوقعه يعني. طيب يبقى ده بالنسبه للستيجز اوف سليب. كاركترستكس برضو الملحوظه اللي جايه دي برضو قراءه، وان شاء الله هنطبقها على الادويه بعد كده. ايه خواص الدواء اللي اقدر اقول عليه هيبنوتيك؟ ايه خواص الدواء الهيبنوتيك اللي اقدر اقول عليه مثالي؟ مفيش دواء في الحد، في طبعا ادويه احسن من غيرها، كويس، لكن مفيش منوم مثالي قوي يعني. هما بيحاولوا يوصلوا لمنومات مثاليه، في حاجات ظهرت جديدة إن شاء الله هنسمعها دلوقتي جديدة خالص، والحمد لله لقيتها مكتوبة في المنهج، وده شيء يحسب يعني لأساتذتنا وزملائنا يعني. لكن لو عايز منوم مثالي، بص كده على الصفات اللي أنت عايزها. أولا يكون بيتاخد أورال، صح، يكون ويل أبزوربد أورال، لأن أنت طريقة سهلة، أنت مش هتقعد بقى تدور على حد يديك حقن عشان تروح تنام يعني، يبقى دي طريقة سهلة. اتنين، هو مكتوب في الكتاب رابيد أونست. طيب انا هقول لك ليه، بس انا بنحب الايه نعمل نحط التاتش بتاعنا يعني في الحته دي، مش شرط يكون رابيد اونست، مش شرط يكون بيشتغل بسرعه، انا عايز يكون ليه ادكويت اونست، ادكويت، عايز يكون ليه انت ما انت عارف الاونست، الفرق المسائل الوقت الزمني ما بين ان عيان ده اخد الدواء والاكشن، كويس. بمعنى ايه بقى؟ انا في عيان مشكلته في السليب اندكشن. يعني ايه سليب اندكشن دي؟ معناها ايه؟ ما بيعرفش يبدا النوم، ما بيعرفش يبتدي ينام، دخوله في النوم صعب قوي، بيتاخر قبل ما يدخل في النوم، كويس. ده صح، محتاج حاجه تشتغل بسرعه، مش كده يعني؟ قبل ما ينام بشويه ياخد قرص الدواء، يدخل السرير، خلاص دخلنا في النوم، مجرد ما دخل في النوم بيشرخ بقى، بيكمل، ما عندوش مشكله. يبقى مشكلته هنا بقى سليب اندكشن، ده عايز حاجه رابيد اونست فعلا. طب في عيان تاني مشكلته مش ان هو بدايه النوم، لا، بيدخل السرير بيعرف ينام بسرعه، بس مشكلته انه يفضل نايم فتره طويله، يسموها سليب مينتننس، مشكلته انه مش عارف يحافظ على النوم، ينام ساعتين كده ولا حاجه وبعدين يصحى زي القرد كده، ما بيعرفش ينام بقى، كويس. ده مش محتاج حاجه رابيد، ده هو من لوحده بينام، هو محتاج حاجه يكون لها لونج ديوريشن اكتر منها رابيد اونست، خلاص. فدي الفكره بقى يعني. طبعا انا يعني ادكويت رابيد اونست، خليها ادكويت اونست احسن، تبقى جميله. وبص اللي جنبها كده مكتوبه صح، ادكويت ديوريشن، ادكويت ديوريشن، ده مش محتاج حاجه تطول، صح، ده هو بس مشكلته في البدايه، وهو بيعرف يكمل بعد كده لوحده، اديله بس الزقه الاولانيه دي. وده عايز حاجه تكون طويله المفعول، فده المقصود بايه؟ بادكويت اونست وادكويت ديوريشن. نورمال سليب باترن دي صعب قوي تحقيقها بقى. نورمال سليب باترن عايز اقول لك ايه بقى؟ ان انت محافظ على الفترات،
يعني الريم النون ريم طبعا زي ما هو غالبا الريم ما تاثروش عشان ما يحصلش مشكله الهانج اوفر دي. زي ما قلت لك مع الوقت كل شويه يطلع حاجه احسن من اللي قبلها. نمره خمسة، نو هانج اوفر. يعني بلاش بقى تستخدم الحاجات اللي هي بتاثر الريم قوي اللي هتصحيك تاني يوم كانك ايه خمرجي يعني. نو توليرانس. تولرانس عارفين معناها، وافكركم ان شاء الله في كلام كتير بقى غصبا عننا بقى في السي ان اس، غصبا عننا خالص والله، هنرجع نتكلم على حاجات جنرال فارماكولوجي. بس مبدئيا تولرانس معناها فيلير تو جيت ذا اكسبكتد او ذا نورمال ريسبونس فروم ذا نورمال او ذا يوجوال دوز، صح؟ يعني مفروض ان انا كنت باخد قرص الدواء المنوم بنام، يبقى الدوز قرص، الريسبونس نوم. طيب بعد فترة بقيت باخد نفس القرص وما بنامش، يبقى الدوز اهي والريسبونس مش عارف اجيبه، خلاص هي دي التولرانس بقى. كل بقى ايه اسبابها يعني فارماكوكاينتيك ولا دايناميك ولا، وكل ما هتيجي سيرة ان شاء الله هنحاول نفكر كده ايه سبب التولرانس، او يعني تلاقيها ان شاء الله مكتوب. طيب غالبا التولرانس بعدها ايه بقى؟ غالبا التولرانس ما هو انت بتضطر تعمل ايه؟ القرص الواحد كان بينيمني وبعد كام شهر ما بقاش بينيمني، فهاخد قرصين هيقعد شويه ينيمني وبعدين بعد شويه مش هينيمني فهضطر ازود وهكذا. فعاده التولرانس هي البوابه بقى اللي بتؤدي الى الديبندنس. الديبندنس بالعربي اعتماد. اعتماد. ويمكن كلنا ان شاء الله فاكرين، طبعا انا بقول كده بكل تفاؤل يعني، ان الديبندنس ده او الاعتماد في منه نوعين. في نوع يسموه سايكيك ديبندنس. سايكيك، معرفش الكلام ده طبعا لما بيسمعوه الناس بتوع الطب النفسي يعني، ساعات كده لو حصل ان بنتي سمعتني وانا بشرح ولا حاجه تقعد تتريق عليا بقى على الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس هو ده على قدنا يعني. السايكيك ده يعني اعتماد نفسي. يعني ايه؟ قهوه وشاي مثلا، كويس؟ لما بيجي ميعاد القهوه والشاي بقى والنسكافيه والحاجات دي انت بتبقى يعني نفسك فيهم، خلاص كريفنج كده يعني، عندك نوع من الاشتياق او الاشتهاء. لكن لو مش موجودين في الصيام مثلا، لو مش موجودين شويه عكنانه كده، شويه صداع شويه، لكن مفيش اعراض عنيفه. ما سمعناش عن حد لو اتحرم من فنجان القهوه لكوبايه الشاي بيقعد يتالم ويصرخ ويعض في الارض صح؟ طيب ده يسموه سايكيك ديبندنس. طبعا في بعض الناس بتعتبر ان هو حاجه وحشه، بتعتبره يعني زي بتوع الطب النفسي دول. الحاجه الأسوأ بقى ان يكون سايكيك زائد فيزيكال ديبندنس. بقى في وظيفه معينه في البرين معتمده على وجود الدواء اللي انت بتاخده. السايكيك والفيزيكال دول مع بعض يعني لو حصل كده الكفه دي كده، دي اللي بيسموها بقى دراج اديكشن في بعض يعني الكلام القديم شويه. يبقى ده الديبندنس. مش عايز بقى الدواء يعمل كده، مش عايزه يعمل لي تولرانس عشان ما يودينيش ناحيه الديبندنس. طيب نو ادفيرس افكتس، دي خرافه بقى من الخرافات بجد. نو يعني اذا كنا يعني تجاوزنا عن رابيد اونست دي ونورمال سليب، لا ما فيش حاجه اسمها ما في ان ده ما بقاش له ادفيرس افكتس خالص، ما فيش حاجه اسمها كده. هو اللي انا اعتقد انه يقصده يعني ان ده اللي هيتقال بعد كده ان شاء الله وسط الادويه، مش مقصود ان هو ما يكونش ليه اعراض جانبيه قوي، هو اعتقد ان هو مقصود بيه ما يكونش توكسيك. ما يكونش توكسيك يعني ايه؟ فاكرين حاجه في الفارما كده كان اسمها ثيرابيوتيك اندكس، مقياس كده لسلامه الدواء، مقياس للسيفتي اوف ذا دراج. الدواء ده عايز حاجه كده رقم تقريبي جدا، مش دقيق خالص بس تقريبي قوي، يقدر يوريني الدواء ده سيف ولا توكسيك. مش مهم بقى تفاصيله، كنا بنعمل بقى في حيوانات التجارب نقعد ندي جرعات كبيره لحد ما اشوف الجرعه اللي موتت 50% من الحيوانات اللي اديتها الدواء، واشوف الجرعه اللي عملت تاثير علاجي في 50% من الحيوانات. حيوانات كويس، واقسم دي على دي. يعني افترض معاك مثلا دواء اهو طلع ان الجرعه اللي بتعالج 1 مللي والجرعه اللي بتموت 1000 مللي. طيب هات لي بقى الثيرابيوتيك اندكس بتاع الدواء ده، اقسم طبعا ال 100 مللي جرام هتطير مع المللي جرام وهيبقى الاندكس يساوي 1000. 1000 بس، مش 1000 حاجه يعني، لا 1000 مللي ولا 1000 شخص ولا 1000 سلامه ولا اي حاجه.
طيب يبقى الدواء ده فيري سيف، لان الفرق ما بين الجرعه العلاجيه والجرعه المميته او القاتله او اللي بتعمل توكسيك افكت معين فرق كبير جدا. طب لو دواء تاني الجرعه، عشان بس الارقام تبقى سهله، الجرعه اللي بتموت الحيوانات 1000 ملي، والجرعه مثلا اللي بتعالج 200 ملي، اقسم 1000 على 200 يطلع 5. ده توكسيك، ده مش عايز اقول توكسيك بس دواء يعني يخوف، صح؟ العيان لو غلط واخد 5 اضعاف الجرعه العلاجيه ممكن يحصل له توكسيك افكت. فاعتقد والله اعلم ان هو ده المقصود، ان يكون الدواء عايز بقى تكتب هاي ثيرابيوتيك اندكس، عايز تقول ان هو نون توكسيك، بس حكايه بقى ان هو نو ادفيرس افكت دي صعبه قوي قوي يعني. طيب يبقى دول المواصفات المطلوبه عشان الدواء يتقال عليه ايديال. في صفه نمره 9 لو عايز تزودها، يعني ان يكون ليه انتيدوت، يعني يكون الدواء ده هاز سبيسيفيك انتيدوت، يكون ليه دواء مضاد ليه عشان لو حصل منه تسمم اقدر اعالجه، اقدر اديله الانتيدوت بتاعه. طيب اللي بعدها بقى كلاسيفيكيشن، برضه هنقراهم كده ان شاء الله، ما عادش عندنا بقى الحفظ ان انا احفظ الست ادويه اللي بيعملوا سيداتيف وهيبنوتيك افكت، بس يعني بسرعه كده في المجموعه اللي هنبدا بيها ان شاء الله اسمها مجموعه البنزو دايازيبينز. بنزو دايازيبينز يسموهم ساعات البي زد او البي زد دي اظن، يعني المهم احنا بنعتمد اختصار البي زد دي، بنزو دايازيبينز هنبدا بيهم ان شاء الله في الشرح. وكاتب ان هم احسن من مجموعه قديمه اسمها الباربيتوريتس. طيب مش وقت مقارنه بينهم يعني، بس هقول لك فرق واحد بس في او فرقين يعني في بين البنزو دايازيبينز اللي احسن من الباربيتوريتس. الباربيتوريتس بتاثر قوي فتره الرم. يلا فكر معايا بقى كده، خلي فتره الرم قصيره قوي، اصحى تاني يوم متعكنن ومصدع ومش عايز اشتغل ومش طايقكم، خلاص. طب البنزو دايازيبينز بتاثر الرم بس مش قوي، يبقى احسن. فرق تاني الثيرابيوتيك اندكس بتاع البنزو دايازيبينز فيري هاي ثيرابيوتيك اندكس، احتمال التسمم بيهم زي ما نقول ان شاء الله غير وارد الا في حالات معينه. الباربيتوريتس لا، لو ثيرابيوتيك اندكس، فلو غلطت وخدت جرعات شويه كبيره ممكن يحصل تسمم. البنزو دايازيبينز لهم انتيدوت، الباربيتوريتس لا، خلاص. فكلمه بيتر ذان انا هشوف بس بعد كده ان شاء الله، كان في دايما جدول مقارنه بينهم هنشوفه يعني. طيب المجموعه الثانيه اسمها بي زد 1 ريسبتور اجونيستس. ايه ده؟ يعني بنزو دايزيبين ريسبتور اجونست، يعني بتشتغل بتستيميوليت يعني اجونست على نفس الريسبتورز اللي بيشتغل عليه البنزو دايزيبينز. الله، طب ما حطيتهمش فوق ليه بقى وخلصتنا؟ لان هم كيميائيا ليسوا بنزو دايزيبينز، خلاص؟ يبقى اقول لك عليهم نون بنزو دايزيبين ريسبتور اجونست. افتكرها بقى لحد ما نشرحهم ان شاء الله. يسموهم في الكتب ذا زد فاميلي. اولهم حرف زد او زي بقى اللي هو اللي ما تفهمش ايه الامريكان دول عايزين ايه مننا يعني. طيب الله يعني مش عايز اشتم والله، بس يلا. زولبيدم ده واحد اهو، زاليبلون وزوبيكلون، في غيرهم طبعا بس لو جم بقى ذكرهم ان شاء الله. فالتلاته بحرف الزد، هم عيله الزد. الباربيتوريتس خلاص يعني بقى دورهم في الطب تقريبا، مش تقريبا الحقيقه يعني، كمهدئات ومنومات بالتالي انتهى دورهم في الطب يعني، ليهم استعمالات اخرى. الكلورال هيدريت لحد برضه ما نشوف اذا كان مشروح ولا لا، هو دواء يعني طعمه وحش كده ودايما يحطوه على حاجه زي العصير او اللبن عشان يتشرب يعني، بالذات في الاطفال يعني بيتاخد كمنوم في الاطفال. ده بيتحول لاكتيف ميتابولايت اسمه تراي كلورو ايثانول. تراي كلورو ايثانول لو علينا طبعا هنحفظه عشان الام سي كيو. التراي كلورو ايثانول ده لو اخدت بالك من اسمه اخره ايثانول، ترايكلورو ايثانول يعني شبه الخمر، شبه الايثايل الكحول، كويس؟ عشان كده لو تاخده مع بعض العيان ممكن يدخل في غيبوبه لان الاثنين بيهبطوا السي ان اس. طيب نمره 5 انتي هيستامينكس، وبرضه عشان خاطري والله لان يعني مفيش وقت نرجع للزمان القديم كتير. الانتي هيستامينكس مقصود بيها حبايبي الفيرست جينيريشن، لو انتوا فاكرين الانتي هيستامينكس دول كان فيهم تو جينيريشنز يعني، خلينا في التقليدي، في ناس بتقول اكتر ثلاثة وغيره، خلينا في اللي احنا نعرفه. كان في فيرست جينيريشن وكان في سكند جينيريشن. اللي كان بيعدي البلاد برين بارير ويعمل سيديشن هو الجيل الاول،
يسموهم حتى سيديتنج انتي هيستامينكس، يعني بيعالجوا الحساسيه والكلام ده، مضادات الهستامين، بس في نفس الوقت بتعمل سيديشن ودراوزنس وبتنيم. يعني انا شخصيا لو اخدت حاجه منهم في ادويه البرد ولا الحساسيه ولا بتاع بننقلب، مش بننام بس. يعني السكند جينيريشن يعني ما بيعديش تقريبا، فمالوش علاقه بالموضوع. يبقى انا لو بتكلم هنا على ادويه بتساعدني كسيداتيفز وهيبنوتكس، يبقى هم الجيل الاول. مثال ليهم بقى دواء اسمه هيدروكسيزين، هيدروكسيزين، ومثال تاني دواء اسمه بروميثازين. ده مكتوب بقى ان هم سليب ايد بقوا خلاص، يعني بيتاخدوا كم منومات، مش بس يعني انا ممكن ما يكونش عندي حساسيه خالص واخد دواء من دول عشان انام. ده يعني استعمال خلاص بقى متفق عليه. طبعا بقى الانتي هيستامينك، غير ان هم انتي هيستامينكس ليهم ادوار اخرى، من ضمنها مثلا انتي ايماتيك، هم ليهم اتروبين لايك اكشن، فبيقفلوا حته اسمها الفوميتنج سنتر، فبيعالجوا القيء او بيمنعوا القيء. هو كاتب حتى اتروبين لايك بكل بقى الحاجات اللي فيه سواء حلو او وحش. نمره 6 دي نيو هيبنوتكس، دي ما كانتش موجوده في المنهج، انا ما اعرفش طبعا السنه اللي فاتت، ما عنديش اي معلومات، بس عن اخر مره شفت فيها كتاب القسم يعني النيو هيبنوتكس دي جديده، اتحطت في كتاب جديد. واحنا عاده يعني في الاسئله اي حاجه نزلت منها جديد بنحب نسال فيها يعني، فان شاء الله كل ما نلقط حاجه جديده كده هقول لكم يعني. هنسمع عن حاجه اسمها ميلاتونين اجونستس. الميلاتونين ده يعني زي تقدر تقول عليه هرمون ماشي، بيتصنع في البرين في حته اسمها الغده الصنوبريه بكده، باينال جلاند، وليه علاقه حلوه قوي